صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير. بنصبح عليكم في هذا الصباح المبارك، ومعنا ضيف الحلقة اليوم يرافقنا في حلقتنا القسيس فايق حداد، رئيس كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية اللي كان فيها احتفال صلاة الوحدة المسيحية مبارح يوم أمس الساعة 6 مساء كان، وأكيد تابعته على نورسات بكل التفاصيل. اليوم رح نرجع نحكي مرة تانية عن موضوع الوحدة، وخاصة أنه اليوم الثلاثاء 25 الشهر ينتهي احتفال الوحدة، والأسبوع من 18 ل 25، وحبينا نحكي مرة تانية عن موضوع الوحدة وخاصة بعد الاحتفال اللي كان مبارح، والاحتفال اللي أنا بعتبر أنه احتفال ناجح بحضور، خاصة بحضور كافة رعاية ورؤساء كنائس الأردن. فمنصبح عليك السيس وصباحك نور. صباح الخير، شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لأنه احنا مهتمين بهذا الموضوع الوحدة. أنا راعي وخادم الكنيسة ولست رئيس لها. واليوم زي ما حكيتي كان الاحتفال مبارح رائع بوجود الحاضرين. نعم. وشعرنا بروح الله والروحانية تبعت الخدمة يعني. كان كثير حلو. نعم. واليوم 25 هو آخر يوم في صلاة الوحدة، واللي بيتكلل بحسب ما وضعه الليتورجيات بأنه اليوم بينتهي بعيد اهتداء القديس بولس الرسول. نعم. فكل عام وانتم جميعا بألف خير. نعم. وهي كانت خير. جزء نعم. من صلواتنا مبارح. نعم. لأنه عشية الاحتفال، واليوم الصلوات تقام مع القداديس للاحتفال بعيد اهتداء القديس بولس، واللي كان كثير مهم. هو رسول الأمم. نعم. معروف بالكتاب المقدس، واللي هو ممكن فتح لنا معظم الاقتباسات في الكتاب المقدس والشواهد من القديس بولس الرسول، اللي أغنى الحياة الروحية والشراكة في كل الكنائس اللي كتب لها واللي أسسها واللي زالت بمعظمها واللي لا زالت بمعظمها قائمة. كل عام وانت بخير. شكرا. انت بخير السيس. طبعا نحن كعادتنا كل حلقة بنصب على كل الأشخاص اللي بيتابعونا على الفيسبوك واللي عم بيبعتوا تعليقاتهم، بنقولهم صباحكم نور لأصدقائنا المتابعين والمشاهدين على تلفزيون نورسات. طبعا من خلال نشاطاتنا خلال هذا الأسبوع كان بالإضافة للاحتفالات صلاة الوحدة اللي تمت أمس يوم أمس، أحيت أيضا الكنائس الأرثوذكسية صلاة عيد الغطاس في على نهر الأردن، ونحن تابعنا احتفالاتهم على نهر الأردن، وخاصة مثل ما خبرتكم الحلقة الماضية كانوا يتقابلون من الجهتين الشرقية والغربية، فكانت الاحتفالات تحمل المحبة الصادقة والروح التي كانت ترفرف على مياه نهر الأردن، وأيضا المرافقة للصلوات، وبعض طبعا الأعداد كانت دائما محدودة خلال الفترة الماضية باحتفالات عيد الغطاس بسبب جائحة كورونا، ونحن لازلنا بجائحة كورونا ولازالت الأعداد تتزايد. احنا مبارح سجلنا تقريبا 11 ألف حالة إصابة بكورونا، فلازلنا ملتزمين بالإجراءات الصحية اللي بتفرضها علينا الحكومة، وأيضا الاستعمال الكمامة وعدم التجمعات يعني بأعداد كبيرة. فديروا بالكم على حالكم، انتبهوا على حالكم، مع أنه عم بيخبرونا أنه فيروس كورونا عم يصاب بأوميكرون، والآن أوميكرون مثل ما حكينا سابقا هو أعراضه خفيفة، لكن احنا منخاف دائما على كبار السن وعلى المرضى انهم يتأثروا ويكون مناعتهم غير قادرة على انه تشفيهم، فمندير بالنا بشوية احتياطات زيادة، منهتم بأجسادنا بصحتنا بعائلاتنا، وان شاء الله يا رب كمان اللي عم بيقدموا امتحانات بالجامعة هلا على الفصل الثاني
انه ربنا ينجحهم ويعطيهم الصحة تيقدروا يكملوا هذا الفصل على خير. وايضا نحن على موعد مع عاصفة ثلجية مثل ما خبروا، واحنا بمنطقة جداً. الشرق هون كلها سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، رح نتأثر بهذا المنخفض. صحيح. وموعودين بثلوج الله أعلم، لكن الأرصاد هلأ عم بتأكد موضوع الثلوج غدا مساء، فديروا بالكم كمان على حالكم بفترة العاصفة الثلجية. ربنا يسلم الجميع، وخاصة اللي بيطلعوا صباحا باكرا على أشغالهم، وأنه يكونوا منتبهين في الطرقات وفي السيارات. فانتبهوا، حصنوا حالكم بالتدفئة والطعام إذا صار في كمان حبسة بثلوج يوم الأربعاء والخميس. وإن شاء الله المناطق اللي بتتأثر، خاصة إحنا بنصلي للمناطق اللي فيها الغير محظوظين او من المهجرين اللي بالمخيمات، انه ربنا يسلمهم. هذا صحيح. وممكن كمان انت ندعي الى انه زي ما بدنا نتحصن، ممكن نقدر نساعد بالعطاء. نعم. نحصن اخوتنا واخواتنا اللي فعليا احنا بنصلي لهم، لكن اليوم بحاجه هم من للدعم حتى نقدر انه نخليهم صامدين بهالاجواء الصعبه. نعم فعلا. عطائنا اليوم مهم جدا في هذه اللحظات. اليوم وطلعنا عن الموضوع، بس انه لازلنا في يعني اليوم وحدتنا، محبتنا، عطائنا هو جزء من خدمتنا للناس كلياتها. احنا بنصلي لهم، احنا بنفكر فيهم. اليوم لازم نكون عمليين. نعم. فاذا هم عم بيدفوا حالهم، يعني خلينا يفكروا بغيرهم اللي مش قادر يدفع في العطاء، مشان نفكر في غيرهم. نعم. مش بس نفكر في غيرهم ونصلي لهم. إن كان لك ثوب، ربنا يسوع المسيح ثوبين فأعطي واحد. نعم. احنا بدناش نعطي 50%، لو نعطي عشورنا 10%، ولو أعطينا 2%، لو أعطينا أي شيء من خلال الكنائس والجمعيات اللي عم تعمل، ربنا يباركهم والشباب بيساعدوا. وهذا نعم. مهم اليوم نكون عمليين في إيماننا. وهذا موضوع الوحدة السيس فايق، يعني هذا عم بيكون شوية بيسبب حالة من الإرباك بالجماعة المؤمنة، إنه موضوع الوحدة ما هو المعنى من موضوع الوحدة، مع إنه إحنا فسرنا الأسبوع الماضي، وأبونا فرح حجازين أيضا شرح موضوع الوحدة، وهو وصية السيد المسيح لنا كما جماعة واحدة. أنا رح أحكي السيس فاي مقدمة عن الموضوع، وبعدين ننطلق نحكي عنه مع اتصال أبونا فرح حجازين للاستزادة. أيضا كانون الثاني من كل عام رأس مناسباته تكون دائما الصلاة من أجل السلام في العالم، ومن ثم ندخل بالاحتفالات الخاصة بالظهور الإلهي ومعمودية السيد المسيح، ومن هنا من الأردن ونهره الخالد ومن بيت عنيا عند ضفته الشرقية، وبدء كرازة السيد المسيح وانطلاق البشارة المسيحية لكل العالم، ليأتي بعدها أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، لكي نتحد معا ونشهد للحق ونعمل بوصيته، عندما طلب منا عشية ألامه أن نكون بأجمعنا واحدا لكي يؤمن العالم. لقد شكل أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين منذ عقود عنصرا محوريا وأساسيا في نشاط الكنيسة المسكوني. وفي هذا الوقت الذي نكرسه من أجل الصلاة على نية الشركة التامة بين تلاميذ السيد المسيح، يمكننا أن نفهم بطريقة أعمق كيف نتبدل بفعل غلبته وقوة قيامته من الموت. إن طوق الجماعة المؤمنة إلى الوحدة يترافق أمانتها للإنجيل، وما من حركة مسكونية حقيقية كما ورد في المجمع المسكوني الفاتيكان الثاني بدون توبة داخلية، ذلك أنه من تجدد الروح ونكران الذات وضفق المحبة الحرة يصدر الطوق إلى الوحدة وينضج. وكما قال قداس البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته العامة، ليكونوا واحدا على طريق الوحدة المسكونية، تعود الأولوية بلا ريب إلى الصلاة المشتركة وإلى الوحدة الممتلئة في أولئك الملتئمين،
حول يسوع نفسه. طبعا التقينا أمس من عمان، نورساد غطتها وأيضا المركز الكاثوليكي أيضا غطاها كما عهدتمونا في مسيرتنا في كل عام لننقل الحدث المسكوني السنوي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. لقد رأينا نجمه في المشرق فأتينا لنسجد له. وأقيمت الصلاة في هذا العام في كنيسة الفادي الأسقفية العربية الإنجيلية في عمان بمشاركة من كنائسنا في الأردن، ومع صلاتنا وصلاة الأباء ورؤسائنا. فهذه كانت دعوة للجميع من أرض المعمودية لكي ينظروا إلى النجم الساطع في المشرق ويعاينوا مجد الله، ولنسجد متحدين أمامه مقدمين عربين محبتنا وصدقنا وأمانتنا، وصلينا معا ليكون حاضرا فيما بيننا ومستجيبا لصلاتنا. هذا كان احتفال يوم أمس وحضر غبطة البطريرك بيير باتيستا بتسابلا من القدس، وأيضا كان سيادة المطران جوزيف جبارة من روم الكاثوليك، وأيضا حضر راعي كنيسة الفادي الإنجيلي الأسقفي العربي سيادة المطران رئيس الأساق في المطران حسام نعوم من القدس، خصيصا من أجل هذه نعم، المناسبة. وكانت كنائس أخرى ممثلة، جميع الكنائس ممثلة كانت مبارح. نعم يعني الحمد لله. تقريبا نقدر دايما كنا بنتمنى نحكي كل، لكن اليوم نحكي أنه 90% موجودين، ونشكر ربنا لأنه الكل شاعر وعارف أنه بحاجة إلى هذه الوحدة. نعم. بحاجة إلى ليس فقط الصورة وإنما الجوهر، في أنه إحنا اليوم بفكرنا بإيماننا بعلاقاتنا. نعم. يعني صعب أنه نتحدث اليوم بأنه إحنا في عنا لجان تعمل مع بعضنا البعض، مجلس كنائس الشرق الأوسط، مجلس الكنائس العالمي، المجالس المسكونية تحدثت عنها، كل العائلات الكنسية موجودة. لكن إذا إحنا جلسنا فقط من أجل العمل والعمل الإداري والمالي بتروح الروح. نعم. وروح الرب بده منا يجمعنا. نعم. نتحدث ونصلي. إحنا تعودنا كمسيحيين في كل شيء بنبدأ فيه بالصلاة. نعم. لقاء بسيط، اجتماع، حتى على وجبات الطعام المختلفة تلاقي الشباب والصبايا هم من في المطعم تم يأكلوا الوجبة البسيطة ببلشوا بصلاة. نعم. ممكن كلمتنا البسيطة بسم الله هي خلتنا وإحنا موجودين كلياتنا، مش بس بنحكي على حالنا فقط مسيحيين، حتى منكون إحنا في وجبات عامة بتسمي باسم الله. إذا إحنا قبلنا بدنا نصلي مع بعضنا البعض ونقبل الآخر، وقبول الآخر هو إشي مهم جدا. اليوم إحنا منعلم قبول الآخر، لكن اليوم بحاجة لممارسة قبول الآخر. اليوم بحاجة لممارسة يسوع المسيح في يوم خميس الأسرار. هو اللي غسل أرجل التلاميذ، مش التلاميذ غسلوا رجليه. هو اللي قبل الكل وكان بيعرف، كلياتنا من الكتاب المقدس متأكدين زي ما الرب يسوع المسيح متأكد في ليلة تسليمه وليلة موته على الصليب كان في خاين بيناته. نعم. احنا مش عم نحكي على خاين، لكن عم نحكي على قبول الآخر، عم نحكي على الإنسان اللي احنا ممكن لا أتفق معه بالفكر، لا أتفق معه بالعقيدة، لا أتفق معه البعض بيحطها في الإيمان، لكن لازم أتفق معه إنه الروح، روح الرب يسوع المسيح حلت علينا جميعا بدون استثناء يوم العنصرة. يوم العنصرة ما كان في طوائف وملل، كان في مؤمنين حلت على الروح القدس. لذلك اليوم إذا بنفكر في صلاتنا اللي باليوم اللي إحنا بنحتفل فيه احتداء القديس بولس، الصلاة اللي بتتخذها الكنيسة والأنجليكانية الأسقفية في العالم تتحدث: اللهم الذي بكرازة القديس بولس الرسول المبارك جعلت نور الإنجيل يشرق على العالم كله. حلو. هو اللي سافر من منطقة لمنطقة ما كان يهتم إلا بنشر كلمة الرب يسوع المسيح.
نور الإنجيل. الإنجيل بنعرف من أول مرة استخدمت في إنجيل القديس مرقس وكانت معناها الخبر السار. إحنا نوصل الخبر السار. اليوم إذا ما في عندنا صلاة وحدة اللي من آمن بقوة الروح القدس وبقوة الصلاة، إحنا منصلي من أجل المرضى ليشفوا، منصلي من أجل رحمة ربنا على الموتى مشان يخذهم عنده على منازله الكثير والأمجاد السماوية، منصلي من أجل المعجزات أن تقام، من آمن بالمعجزات التي عملها الرب يسوع المسيح ومنصلي من أجل المعجزات في حياتنا. معقول ما من آمن أنه الوحدة ممكن تكون حتى لو معجزة يعطينا إياها الرب؟ بيكمل بالصلاة: نتضرع إليك أن تنعم علينا، أعطينا يا رب نعمة بأن إذا ذكرنا اهتداءه العجيب قديس بولس نظهر لك الشكر على ذلك باتباعنا تعليمه المقدسة بربنا يسوع المسيح. إذن إحنا إذا منتبع عمالنا منعلم الكتاب المقدس، إذا منعلم الكتاب المقدس وبنيجي على العقيدة. الناس اليوم الفرح اللي شفناه مبارح بالخدمة، ما ولا واحد فينا سأل عن قضية العقيدة والكنيسة، كلياتنا شايفين إشي واحد، تمجيد اسم الرب، وأتينا لنسجد له. ما كان في إشي ثاني، ما كان في الأساقف الموجودين مع الأباء الموجودين مع الشعب الموجود، كان كلياتنا في فوكس واحد، في تركيز واحد، آسف، في تركيز واحد، نصلي من أجل وحدة المسيحيين. اللي تحدثتي في مقدمة رائعة، لكن احنا اليوم بدنا نتعدى نعيش هذه الوحدة. صعب مرات الأخ وال يعني الأخ وأخو بيختلفوا على مواضيع، لكن المحبة بتجمعهم طبعا. للأسف احنا ممكن نحكي بيت الواحد فيه طلاق. نعم. احنا ما بدي يصير في عنا طلاق بالكنيسة. نعم. خلي يكون في عنا دايما انسجام ومحبة. ليش نفصل عن بعضنا؟ ليش انا لبولس وانت لأبولس؟ والكتاب المقدس بقولنا لا تقول انت بولس وانا بولس. احنا جميعا للمسيح. نعم. يسوع المسيح بكى، بكى من كل قلبه. نعم. صارع كثير حتى يكون إنا وحدة. نعم. واليوم احنا واجبنا يكون في إنا وحدة. احنا يعني خلينا نفكر كمان انه الوحدة. في كثير شغلات بنتشارك فيها، يعني نعم. اكثر من خلافاتنا في مشاركتنا. احنا نؤمن بخلاص واحد. نعم. فيش كنيسة في الكون ما بتتحدث عن الخلاص. نعم. ما في كنيسة ما بتتحدث عن الحياة الافضل على نعم. الارض وبتسعى إلها. عمالنا بنسعى كل واحد بطريقته المعينة، من خلال المدارس وبناءها، من خلال المستشفيات، من خلال المراكز الطبية، من خلال المساعدات العينية، من خلال المساعدات المالية، من خلال الصلوات. يعني عم نعمل لحياة أفضل لشعبنا، وكل الكنائس تؤمن بالقيامة. فإذا إن إحنا كمان أشياء نشترك فيها، في إنا مستقبل واحد، مستقبلنا كلياتنا. أنا يعني مش قادر أتصور ربنا يسوع المسيح والقديسين بولس وبطرس واقفين على باب الجنة. انت من معلش اليوم اذا بتسمحوا لنا، انت انجليكاني وانت لاتيني وانت كاثوليكي وانت انجيلي ارثوذكسي وانت سرياني وانت لا، رح يجي يقول لي مثل الاشعة الصينية، بفتح قلبي وشايف كل اشي يسوع. بده يقول لي انت ابني، انا اليوم ولدتك، تفضل على منازل ابيك الكثيرة. يا اما بده يقول لي الأشعة الصينية اللي أنا شفتها فيك وربنا شايفنا بدون في أي غباش. بده على إيماننا، لأنه إحنا بالنعمة أنتم مخلصون، كل العالم يتخلص بالنعمة. اليوم الإيمان والإيمان العامل والإيمان اللي بده يجمع ولا يفرق. إحنا اليوم من آمن في رسالة القديس بولس اللي اليوم بنحتفل، قلنا رب واحد، إيمان واحد، ومعمودية واحدة. ربنا للكل. نعم. ما فينا نحتكر يسوع المسيح إلي. نعم. يسوع المسيح إلنا كلنا. اليوم أنا بصلي أبانا الذي في السماوات. مين ما بصلي أبانا الذي في السماوات؟ لما بصلي أبانا الذي في السماوات مش أنا عم بعترف إني ابنه؟ نعم. وأي طائفة موجودة، أي ملة موجودة، أي مسيحي موجود، قبل 1054 ما كانش في عنا هيك، وقبل 325 بتوقع
اللي عمالي بحكي على المجامع وعلى الانفصال السنوات هاي كانوا كلياتهم بيحاربوا من أجل الهرطقة إذا موجود هرطقة. بس اليوم إحنا عندنا كنائس إن كان إحنا بنعترف فيها ولا الحكومة بتعترف فيها مش مهم، مهم ربنا بيعترف فيها. والكتاب المقدس بحكي لنا إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمي فهناك أكون في وسطهم. إذن أبونا فرع الخط، فلذلك إحنا اليوم إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم الرب يسوع المسيح هو بناتنا. ما قالنا كنيسة أو كنيستين أو مطران أو مطرانين أو قسيس ولا اثنين. أبونا فرح أهلا وسهلا. أبونا فرح حجازين أهلا وسهلا فيك. شكرا. صباحك نور يا أبونا. الله يصبحك وصبح القسيس الغالي. الله يسعدك يا رب. أبونا فرح، نحن حبينا نكمل الحلقة اليوم كمان موضوع الوحدة في منظور آخر، كيف أنه يترجم موضوع الوحدة في حياة المؤمن. فتفضل أبونا. شكرا. بس ملاحظة بسيطة أنه يا ترى مش لازم نتوقف عن الصلاة من أجل الوحدة بعد انتهاء أسبوع الوحدة، نكمل طول الحياة طول السنة، لأن هاي نية غالية جدا على قلب يسوع. فللمرة الثانية بتحدث عن الوحدة المرة في نقطتين. النقطة الأولى الواقع المريض، النقطة الثانية ماذا يجب أن نعمل. أولا الواقع المريض، اتجاه العالم المعاصر نحو الوحدة على كل المستويات، سياسة، اقتصاد، تجارة، اتحاد بنوك، اتحاد مؤسسات، اتحاد شركات. لما في الوحدة من قوة تحقيق مصالح ومكاسب لكل الأفراد. للأسف لا نرى مثل هذا الحماس عند رؤساء الكنائس المختلفة لتحقيق وحدة الكنيسة، هذه الوحدة الغالية على قلب يسوع، ومن أجلها صلى في العشاء الأخير: يا أبت القدوس احفظهم باسمك الذي وهبته لي ليكونوا واحدا كما نحن واحد، ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. إن أبناء الظلمة للأسف أحكم من أبناء النور في هذا الميدان. إن واقع الكنيسة الحالي مؤلم ومريض جدا. عندما نرى كنيسة المسيح وقد تجزأت وانقسمت إلى مئات بل آلاف الكنائس، ترتب كل واحدة منها وراء مصالحها الخاصة. إن الانقسام في كنيسة المسيح هو سبب شك عند الأمم وحاجز لهم من الدخول في كنيسة المسيح، إذ يقعون في الحيرة أمام الكم الهائل من الكنائس فيحتارون أيها يختارون وأيها تنطق باسم المسيح وأيها كنيسة المسيح الحقيقية. إن الانقسامات تضعف الكنيسة، فبدل من أن تتجه نحو العمل المشترك في تبشير العالم تتماحر بعضها مع بعض حول الأمور الدنيوية وتنسى غايتها ورسالتها في العالم، حيث يجب أن تتكاتف الجهود وترص الصفوف وتصفى القلوب وتقدس النفوس وتجند الطاقات في خدمة الهدف ألا وهو اذهبوا وتلمذوا كل الأمم. إن الانقسامات تشكل عائقا في انتشار إنجيل المسيح، والوحدة حافز للعالم أن يؤمن بالسيد المسيح فليكونوا بأجمعهم واحدا ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني. ثانيا ماذا يجب أن نعمل؟ علينا أن نشعر أولا بوجود مشكلة في كنيسة المسيح، أن نشعر بأن هناك خلل في كنيسة المسيح، أن نشعر بالخطر الذي يهدد كنيسة المسيح من وراء هذه الانقسامات، أن نشعر أننا بعيدين كل البعد عن تحقيق رغبة المسيح لأن يكون أتباعه متحدين في كنيسة واحدة، أن نتألم لهذا الواقع المريض، أن لا نشعر أننا غرباء عن هذا الواقع المؤلم، أن نتألم من انقسامات المسيحية لأننا معنيين بهذا الموضوع، لأن هذه الكنيسة هي كنيستنا لا بل نحن الكنيسة لا بل هي بيتنا. ومن لا يتألم لانقسامات تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة. أن نصلي أيضا من أجل تحقيق وحدة الكنيسة السيد المسيح، ونضم صلاتنا إلى صلاة السيد المسيح من أجل وحدة المسيحيين. لا أدعو لهم وحدهم بل أدعو أيضا للذين يؤمنون بي عن كلامهم فليكونوا بأجمعهم واحدا، أنا فيهم وأنت فيا، ليبلغوا ثمار الوحدة، لتكون فيهم المحبة التي أحببتني إياها وأكون أنا فيهم. بهذه الكلمات يبين لنا السيد المسيح الشيء الذي يجب أن نعمله من أجل الوحدة، أن تكون فينا المحبة، أن تكون علاقة رؤساء الكنائس وجميع المسيحيين فيما بينهم مبنية على المحبة حتى وإن اختلفوا في الرأي والعقيدة، لأننا لا نستطيع أن نؤمن بالحقيقة
ونعيش الحقيقة وننادي بالحقيقة بدون المحبة. والعلاقة المميزة لإلهنا وأتباعه هي المحبة. لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا. هذا يتطلب أن نتوقف عن توجيه التهم بعضنا لبعض، وأن نتوقف عن الاعتقاد بأن مفاتيح ملكوت السماوات هي سكينة في كنيستي أنا فقط، وعلى أنه ما في منها نسخ في الكنائس الأخرى. يدعونا السيد المسيح إلى تبديل المعوقات والعراقيل للتوصل إلى لغة لاهوتية مشتركة بين الكنائس. يدعونا السيد المسيح إلى الصلاة من أجل العودة إلى تعاليمه وحياته، لكي نكتشف من جديد حبه الإلهي الذي يفتح فكرنا وقلبنا لفهم تعاليمه. يدعونا الرب يسوع إلى العودة إلى الذات والتوبة والابتعاد عن التعصب والتمسك بأفكارنا وقبول الآخر. إن وحدة الكنيسة وبالتالي وحدة الأخوة بالمحبة عامل مساعد على نشر بشارة الإنجيل. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا. يدعونا السيد المسيح للمصالحة مع الله ومع الآخر ومع ذاتنا، فنعيش المحبة والرحمة أمام العالم. ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. ينتظر العالم من المسيحيين أن يعيش المحبة الصادقة فيما بينهم، كي يسود السلام والفرح والرجاء في عالمنا. يدعونا الرب يسوع إلى وليمته السماوية كي تنشر كلمة الحق للعالم. كيف يمكن أن نقوم بذلك وسط الخلافات الكثيرة حول قضايا لا تمس جوهر وأساس الإيمان؟ يدعونا الرب يسوع إلى صحوة فكرية لاهوتية كي نلتقي حول الجوهر والأساس، ألا وهو سري التجسد والفداء، فنتخلى عن مواقف الجدل والاعتراف بتقصيرنا بالبحث عن القواسم المشتركة وإيجاد المناخ المناسب للتفاهم حول بعض الأمور اللاهوتية والابتعاد عن الصراعات الطائفية واللامبالاة والانقسامات وعدم الخضوع للروح القدس. إن ما يوحدنا يأتي من يسوع، وما يبعدنا يأتي من الإنسان. الوحدة لا تعني ذوبان كنيسة في كنيسة وفقدان هويتها، بل وحدة العقيدة والحفاظ على التراث الكنسي اللوتورجي والتقاليد الروحانية. الوحدة في التعددية، وحدة في الإيمان وتعددية الطقوس والتراث. وتبنى وحدة شعب الله على قاعدة الرحمة والمحبة، والانقسامات هي طعنة في جنب المسيح. لنتذكر ما يقول القديس يوحنا الحبيب: ليكونوا واحدا كما أن الآب هي وهو في الآب. ما كنتم شعبا من قبل، وأما اليوم فأنتم شعب الله. كنتم لا تنالون رحمة الله، أما الآن فنلتموها. بالرغم من التفاؤل أو التشاؤم، على الجميع أن يتحلى بالشجاعة في البحث عن الحقيقة وقبولها. عندما يجب في العالم ولا سيما للمسيحيين من اضطهاد، هي دعوة للمسيحيين أن يعيشوا وحدتهم في المسيح. وحدة المسيحيين هي قوة للتصدي للشر ومساعد لنشر العدالة والسلام والمحبة، وتبقى العائلة باتحاد أفرادها صورة حقيقية عن وحدة المسيحيين وتكاتفهم. وأخيرا، هناك دعوة بالصلاة أيضا لسيدتنا مريم العذراء. يجب أن لا ننسى الصلاة بنوخات لسيدتنا مريم العذراء التي تدعوها الكنيسة، وبحق يا أم الكنيسة أن تجمع أبنائها كما جمعتهم يوما في علية الصهيون في الصلاة بانتظار حلول الروح القدس، وأن تقول لكل رؤساء كنائسنا ما قالته يوما للخدم في عرس قانا الجليل: افعلوا ما يأمركم به يسوع، لا ما يأمركم به الكبرياء وحب الكراسي والمصالح، لكي يعملوا جميعا على تحقيق رغبة المسيح في وحدة المسيحيين. آمين. آمين يا أبونا. شكرا لك يا أبونا، ويسعد صباحك، وتضل يا رب أيامنا وصلاتنا مع بعض من أجل الوحدة ومن أجل المسيحيين. شكرا يا أبونا، صباحك نور. شكرا لكم، وإن شاء الله هي جرعة جميلة ثانية اليوم على الصبح. نعم. الكلمات الرائعة والإنجيلية الكتابية. وبدي أكد على كلمته في عرس قانا الجليل، الستنا العذراء مريم أمنا جميعا طبعا، أعطت أمر، يعني يبدو. نعم. هي صاحبة
أقارب هذا العرس نعم. والرب يسوع المسيح مدعو افعلوا ما يأمركم به ما يأمركم به. هي ما طلب الطلب لو سمحتوا اعملوا. يعني اليوم عم تحكي للكنيسة كلياتها، وأنا بأيد هذه الكلمات الرائعة من أبونا فرح، شكرا لك. إحنا اليوم عندنا أمر، إذا من آمن بالكتاب المقدس وكلنا من آمن، هذا إذا أنا بحطها فرضية، لكن أنا بعرف أنه نحن نؤمن بالكتاب المقدس، نؤمن بما جاء فيه. لذلك افعلوا أمر، أنت عندك أمر من والدة الرب يسوع المسيح، وكلهم نفذوا، كل نفذ ما يأمركم به الرب. شو بيأمرنا اليوم الرب؟ اليوم أنا برأيي أنه واجبنا نعمل إيد بإيد، نعم، يدا بيد، من أجل وحدة هذه الكنيسة. الوحدة هي روح المشاركة والشركة في الكنيسة. تمزيق هذه الوحدة هو تمزيق لجسد المسيح وتمزيق لثالوثه المقدس والأقدس، لأن المثل الأفضل لوحدتنا هي وحدة الآب والابن والروح القدس. إله واحد، كنيسة واحدة، رب واحد، معمودية واحدة، إيمان واحد، جميعنا إحنا نؤمن بإيمان واحد. في خلافات، بس الخلافات جميلة إنه نصير نعمل من أجل إنه نقرب بعض، ما يكون الخلافات هو سبب لانشقاقات زي ما صار في الكنيسة. من خلال إيماننا، أهم شيء عند ربنا يسوع المسيح كان الإنسان والكنيسة، أهم شيء عند ربنا يسوع المسيح. اليوم إحنا بنعرف إنه يسوع دفع أغلى ثمن ممكن يدفعه إنسان في العالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم. كيف أحب الله العالم؟ مات من أجلنا، مات من أجل كل واحد فينا. اليوم الثمن الغالي اللي دفعه يسوع المسيح يروح أباء، دم يسوع اللي سفك من أجلنا، إحنا نحكي له ما بدنا إياه. هالنعمة والهدية والرحمة اللي عطيتنا إياها إحنا ما بدنا إياها. إحنا لازم نحمي حالنا من الاختلافات والخلافات والانشقاقات والخصومات. اليوم دعوة، وبدنا نأكد ما تنتهي صلاتنا من أجل الوحدة اليوم. نعم أكيد، إنه نستمر دائما وأبدا، لنكون إحنا مركزين في حياتنا أن نتشارك بما يوحدنا وبما يجمعنا. وخلينا نكون واقعيين، إحنا بشر، في عنا خلافات، لكن هل يقبل يسوع بأن نبقى على هذه الاختلافات والخلافات؟ الكنيسة بتعمل بالمصالحة. أي اثنين بيجوا بيختلفوا على الكنيسة، الكتاب المقدس بولس الرسول، أنت إذا اختلفت مع شخص وبينك وبينه خصومة بتروح إلى شيوخ الكنيسة، بتروح للكنيسة، لكاهن الكنيسة، أنت بتروح تأخذ الإرشاد في زواجك، الإرشاد الزواجي اللي عماله بيصير، الإرشاد للعائلة المباركة اللي تستمر عند الكنيسة. إذن اليوم ليش ما هالكنيسة ترشد ذاتها ونرشد بعضنا البعض إنه نكون عنا شراكة حقيقية بما يجمعنا؟ نعم. هلا سيس فايق، هو اللغط اللي عم بيصير مع العالم الناس إنه لما منصلي من أجل وحدة المسيحيين، بصراحة جميل إنه نتحد ككنائس، لكن هي الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، يعني المسيحيين بكل هالعالم اللي بيؤمنوا بالمسيح يسوع الرب، وبيصلبوا الصلاة أو بيصلوا صلاة الأبانة أو بيصلبوا باسم الآب والابن والروح القدس، إنهم يكونوا متحدين بمحبتهم بمحبة واحدة بكل العالم. ما عم بحكي مثلا إنه الصلاة مزبوط إنه إحنا الصلاة في مجلس كنائس الشرق الأوسط عملت هاي الصلاة بما يلائم بيئتنا الشرقية، لكن الصلاة هذه صلاة عالمية، الأسبوع هذا أسبوع عالمي، بيصلوا كل الكنائس التي تؤمن بالسيد المسيح وبإنجيله المقدس عم بتصلي من أجل وحدة المسيحيين. شو معنات الوحدة المسيحيين؟ إنه يكونوا كلياتهم في جسد المسيح واحد. هلا الاختلافات هذه بنعتبرها غنى،
الاختلافات العقائدية واختلافات الكنسية، كل منطقة نختلف، وهذه الاختلافات احنا بنسميها غنى، لكن الاختلافات كمان ما بدنا نكون فيها نقطة خلاف انها تفرقنا او تبعدنا عن بعض. هلا هذا الشيء، الحكي هذا الجميل والمنمق زي ما بقولوا والرائع اللي بنذكر حالنا فيه وبذكر الكنائس فيه، انه كيف الانسان المسيحي بده يشعر ويلامس هذا الكلام ويطبقه في حياتنا. ابونا فرح حكى شيء جميل، انه بكل المؤسسات مثل البنوك، المؤسسات التجاريه في لها اتحاد. لماذا هذا الاتحاد؟ على اساس يدعموا بعض، يساعدوا بعض بهذا القطاع او القطاعات المختلفه، ان كانت البنكيه، ان كانت التجاريه، المصرفيه، التامينيه، فيهم اتحادات. لماذا لا يكون هناك في كنائسنا اتحاد لخدمة الإنسان المسيحي؟ هلأ احنا ما عم نفرق مسيحي ومسلم، هو الإنسان كإنسان نتعامل معه إن كان في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والإنسانية. يعني هلأ من التعليقات الموجودة لأشخاص عم بيتابعونا على صفحتنا فيسبوك، بقول لك أنا بلا شغل. هلا اللي بحكي لك بقول لك انا هذا شو رح استفيد مني اذا انا عاطل عن العمل، مش ام لاقي خبز اكل، اللي بده خدمات، اللي بده، الانسان بده يلمس هذا الشيء بحياته كيف يتغير. يعني انتم صليتوا متحدين، بس انا شو رح استفيد؟ هلا الاستفاده هي كاسيس فايق بالمساعده الاخرين، المؤسسات الكنسيه اللي بتدعم ماديا واللي بتدعم اقتصاديا، اللي بتبني المستوصفات والمستشفيات والمدارس والاسكانات مثلا للسكن في بعض المؤسسات، المؤسسات اللي عم بتساعد الفقراء والمهمشين واللاجئين والعاطلين، كيف احنا بنتحد تنساعدهم، نساعد المسيحيين. فهذا هو الاتحاد اللي بده يلمسه المؤمن المسيحي. أنا ككنيسة أجمع المسيحيين وأشوف حاجاتهم، تا بعدين لما بحكي كلمة ربنا تلاقي صدى عندهم، لأنه الإنسان المحتاج أبونا ما بيسمع شيء إلا بيسمع صوت وجع بطنه من الجوع. صحيح. يعني صحيح. هذا هو الوحدة المسيحية، أنه ألم الإنسان هو الصراخ اللي لازم نسمعه في الكنيسة. يعني احنا كيف يكون عملي هذه الصلاة وهذه الوحدة؟ نعم، ينعكس حياتنا. يعني امبارح ما كناش ناويين ولا بنفكر في اي واحد فينا انه احنا بصلاتنا وبوحدتنا واللي انه يكون في عنا يعني وظائف جديدة ولا مؤسسات جديدة. ولا احنا اليوم بدنا نعطي صورة انه هذا الامر ممكن يكون واقعي. خليني احكي لك، احنا انا خدمت في منطقة بالزرقاء. نعم. الزرقاء مدينة انا خدمت فيها 16 سنة. نعم. كان من اجمل الايام اللي كنا منعيشها في الاعياد انه نقعد كل الكنائس اللي موجودة وصندوق واحد. نعم. وكلياتنا بقدر ما كل كنيسة القدرة ونحط أسماء وعائلات بيعرفها الأبونا فلان وبيعرفها القسيس فلان بيعرفها أنا، ومنحطهم مع بعضنا وبنصير إحنا منيجي بنساعد. نعم. بنروح نزور مع بعضنا. نعم. سمعت إنه هاي المبادرة صارت في جزء من عمان في منطقة الأشرفية السنة هاي بعيد الميلاد. نعم. واللي أنا كثير كنت سعيد كنت بتمنى انه نكون جزء من هذا. ليش؟ لانه هذا بيخلي الناس تتفرج انه اللي داخل لعنده هو الكنيسة مش كنائس. نعم. لانه احنا في عنا اليوم عاطلين على العمل. نعم، الاردن كلها بتعاني 26-27%. نعم. وصلت، نشكر الله، بيحكوا لنا انه قلت. اليوم كيف نكون عاملين بالايمان اللي هي كلمات القديس بولس الرسول إلى الغلاطية، الإيمان العامل بالمحبة، وحدتنا لما بنتفرج على كلمات الرب يسوع المسيح لما بيتحدث وإن فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. إن فعلتم مين الجمع؟
مش الكنيسة كان بيحكي معها؟ نعم. شو اللي خلى العالم تشوف الكنيسة؟ هل هو تفرقها ولا وحدتها؟ حسب الكتاب المقدس بأعمال الرسل ودعيوا أولا مسيحيين وين؟ في أنطاكيا. ليش دعيوا أولا مسيحيين؟ لأنه كانوا متفرقين، لأنه كانوا نايمين، لأنه كانوا ما بيعملوا بإيد واحدة، شافوا كل هالناس عم بتعلم تعليم واحد، إيد واحدة، عطاء واحد، روح واحد، إيمان واحد. يا عمي مين هالجماعة هذولا؟ شو اللي عم بيسووا؟ لهم هذولا بيتبعوا واحد في القدس اسمه يسوع المسيح. قالوا هذول هم من أتباع المسيح، مسيحيين. اليوم إذا بيشوفونا إحنا فيروا أعمالك بالحسنة، هل بمجدوا اسم الرب اللي بنعمله مع بعضنا البعض؟ أكيد. إحنا فرادا رائعين. نعم. بالقراءات اللي موجودة لأسبوع بحسب تقليد الليتورجيا الكنسية عنا، إحنا مبارح كنا بنقرأ من كورنثوس 12 الجسد الواحد في الآية 27، الكنيسة جسد الواحد وكل واحد انفرادة، كل واحد مميز عند يسوع، كل جزء مميز عند يسوع بتميزك. لما يسوع بيجي بيحكي لنا للكنيسة كلياتها نقدر نساعد؟ نعم. احنا اذا حطينا ايدينا بايدين بعض، في عنا مدارس، في عنا مؤسسات، في عنا سلطة محبة على الاخرين. تحدثنا مع احد المسؤولين انه في عنا هالشاب، في عنا هالصبية، في عنا الوظيفة الشاغرة عندك، يعني اذا هو كفؤ عنده الكفاءة هالشخص المعين ذكر أنثى، بدنا إحنا ندعمه وندعمه بمحبة. أكيد. نعم. ممكن بتصير. نعم. بس إحنا بالنهاية بفكرنا مش أنا بدي أدور على وظيفة لشخص، وإنما بدي أدور على الرحمة والمحبة. سألوا قال له من هو أخوك؟ قال الذي صنع معه الرحمة. نعم. صنع الرحمة هي المساعدات والدعم، دعم الروحي، الدعم النفسي، الدعم المعنوي، الدعم المادي. احنا اليوم لازم نفكر بانه مطلوب بنا. رسالة رومية 14-19 بحكي لنا بولس الرسول فلنعكف على ما هو للسلام وما هو للبنيان. نعم. احنا بدنا نعمل على بناء جسد. نعم. المسيح. الامور العملية كثيرة، لكن هو حلم زي ما الوحدة حلم. وصديني واليوم يعذروني كل المسؤولين في كنائسنا، إذا إحنا شوية بنكون يسوع يوم الخميس الأسرار، نتواضع ونقبل ونغسل أرجل بعض، بتصير الوحدة. آمنا، وأنا حكيتها وبحكيها في كل لقاء بالمعجزات، خلينا نآمن بمعجزة اسمها الوحدة. الشعب بيرغب في 72 أو 73 من القرن الماضي، كلياتنا بنعرف إنه كل اللي شعب المسيحي في الأردن وقع على وثيقة وحدة أعيادنا. نعم. بدناش نضلنا نعيد مرتين وثلاثة، بدناش نضلنا بعيدين، إحنا بدنا صورتنا الجميلة أيضا لأنه إحنا روحنا جميلة. نعم. مش بس بدنا نكون جميلين من الخارج، بدنا نكون جميلين من الخارج والداخل. واستطاعت الشعب انه يقنع الكنيسة، والكنيسة من ذلك الوقت لليوم منعيد هلا اجتماعيا امام الناس، لكن اذا بدنا نسوي قداس يوم محددة. سوي قداس البلاد يوم الثاني او يوم لا لا لا، لكن الشعب شعر بالفرح الكبير ولازال من 73 لليوم. نعم. رح يصير لنا 60 سنة السنة الجاي. نعم. أو 50 سنة آسف السنة الجاي في وحدة، وأنا بأكد لك مش مزيفة. لا، العالم كلياته عم بينظر إنه الأردن الدولة الوحيدة، جيراننا حبتنا إخوتنا بفلسطين في لبنان في سوريا في العراق، إنه معقول استطاع الشعب اللي يوحد مش الكنيسة. نعم. اللي أعطت اليوم الدور للكنيسة، الدور زي ما رؤسائنا الله يبارك لنا إياهم ويعطيهم البركة والحكمة والنعمة،
انهم يقبلوا انه نجلس مع بعض على مستويات كلياتها ونتحدث وكلمة حكاها لا أن نذوب في نعم. الآخر نعم. وإنما نتفق معه نعم. خلينا نفكر باللي بيجمعنا نعم. يسوع بيجمعنا، محبته بتجمعنا، روحه بيجمعنا، الأشياء اللي إحنا متفقين فيها اليوم وبالنسبة للعالم المسيحي والشعب المسيحي والمؤمنين في الكنيسة ما عندهم مشكلة في العقيدة، حتى لما منروح باجتماع بصلواتنا القداديس الأسبوعية نعم. يعني القداس موجود مش رح نغير فيه إشي نعم. أبونا موجود مش رح نغير فيه إشي، لكن على الأقل بيكون في عنا أمور بتخليناش نتحدث عن ما الخلافات بيناتنا. نعم بالعكس نتحدث عن اللي بيجمعنا، واللي بيجمعنا أكتر من الخلافات اللي عم يعني بتفرقنا. بتسالونيكي عماله بيحكي لنا ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويريدون ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم، سالموا بعضكم البعض. وبيحكي للشعب إنه الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب، اليوم إحنا مسميهم الأساقفة، البابا، الأسقف، البطرك إلى آخره، سالموا بعضكم البعض. نعم. لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر. يعني هاي الرسالة. نعم. السيس فايق، يعني في كتير من الأشخاص اللي على صفحتنا على فيسبوك عم بيترجموا هذا الكلام اللي بنحكيه، إنه في حاجة إلى إنه الكنائس تتوحد، بمعنى المسيحيين إحنا بنصلي من أجل وحدة المسيحيين، لكن الكنائس تتوحد بمشروع إنساني للمسيحيين إن كان كل بلد ببلدها. مثلا الصلاة اللي كانت امبارح إنه تطلع فيها، هو مش مؤتمر كان يعني عشان نطلع بنتائج ولا أو مثلا بتوصيات لازم علينا تنفيذها وهناك آلية، لكن إنه عم بيطلبوا إنه هذه الوحدة اللي جمعتكم في صلاة إنه تكون كمان في تجمعكم في عمل إنساني مشترك. مجلس رؤساء الأردن واللي هو بيجمع كل الكنائس الموجودة في الأردن الرسولية، إحنا بنعمل شو المشاريع؟ إحنا عم نعمل مشروع حصر الأرض، الأحوال الشخصية، نعم. الرسوم الكنس، المحاكم الكنسية، نعم. التبني، نعم. يعني المشاريع اللي هاي كمان بتهم نعم. الإنسان طبعاً المسيحي هلا مش مزبوط مش عم بعطيه، لكن هاي كان في ألم شديد عند الأب والأم اللي ربنا ما باركهم بولاد، عند الأب والأم اللي أعطاهم بنات وما عندهم أولاد. بركة للكنيسة لما إحنا من آمن بالتبني. نعم. الكتاب المقدس وإحنا ممنوعين من التبني، يصير قانون والدولة عمالها بتدعمنا بأنه أنتوا اتفقوا وإحنا اتفقنا. نعم. ورايحين ندعموا بقانون يسن في مجلس النواب. نعم. لذلك في عمل بالوحدة. نعم. بيجي لكن هلا العمل الإداري. نعم. والعمل المؤسسي، إحنا اليوم نحكي على العمل الروحي. نعم. لنقعد مع بعض، ما أجي أقعد أنا لأني أنا كنيسة الأسقفية لازم أكون ممثل. نعم. بدي بكرة أي واحد موجود بيعمل ممثل. نعم. أنا فيه أي واحد موجود في أي لجنة. نعم. كل الكنائس هي موجودة. نعم. لما يكون الأب فلان موجود في اللجنة الوطنية ولا في اللجنة الملكية، هو مش ذاته، هو أبونا سيدنا يعني مطراننا، هو المسيحي اللي عم بيمثل كل المسيحيين. نعم. في أمور ممكن نوصل لإلها، لكن كمان خلينا ما نكونش إحنا الشعب المسيحي عم بطلب كثير من الكنائس. نعم. وهو بخيل جدا على كنيسته. نعم. نعم. فخلينا إحنا كمان نفكر بالعطاء بالبركة، لأنه كل ما بيزيد الخير كل ما بيزيد العطاء أكثر. نعم. خلينا إحنا مبارح بس نحكي بكلمة إنه هالكتيب، شكرا كثير اللي اهتميتوا في تصميم الكتاب وطباعته بمكتب فضائية نورسات الأردن، اللي كان في جماله وفي ألوانه، لكن كان كمان صورة اللي إحنا اليوم نتفرج إنه كل كنيسة اشتركت. نعم.
واللي اليوم ممكن نحكي انه احنا مش ضروري نحط اسم الكنيسي، بنحط اسم مسيحي. نعم. احنا عم نصلي مع بعض. خلينا نتحدث امبارح قديش بركة انه 90% من الكنائس اشتركت. نعم. البركة انه روح الرب اللي جمعنا، الاصوات الجميلة. مظبوط ما كانش عندنا كويرات وما كناش كثير، لكن كان في عندنا اصوات من القلب عم تنبع لتسبح وتمجد وتسجد ليسوع، وكان نعم. هذا أجمل شيء. نعم. الصورة الرائعة، المشاركة الفاعلة اللي كانت موجودة، الحضور المميز. مظبوط زي ما حكيتي في البداية الكورونا حرمونا من نعم. أشخاص كثيرين، والغيث اللي إجانا أيضا كمان ممكن نعم. أثر على البعض من اللي بيحبوا يكونوا موجودين. لكن شكرا لكم، شكرا لموقع أبونا اللي خليتوا فضائيات العالم كله نعم. بكل مكان في العالم تشارك. وأظن أنه إحنا زي ما الروح بجمعنا بحاجة في العالم كلياته ننجمع مع بعض. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وإحنا بنشكرك يا أسيس فايق على حضورك معنا وعلى كلامك الجميل، وإحنا حبينا هاي الحلقة أنه هيك نحكي عن هذا الاحتفال اللي تم أمس، لأنه عن جد صورة مشرفة ومشرقة للكنيسة. والإنسان الإنسان بيضلوا عنده أمل، وطبعا الإنسان المؤمن بيضلوا عنده طمع في كنيسته، خاصة أنه لما بيعتبر أنه تعالوا إلي أيها المتعبون والثقيلين وأنا أريحكم، فهن من حاجتهم ومن تعبهم ومن ثقلهم ومن معاناتهم وألمهم يتجهوا إلى الكنيسة. نعم. الكنيسة فاتحة إيديها نعم. بقدر المستطاع نعم. كمان لا ننسى أنه الكنيسة الأرضية محدودة نعم. محبة بدون حدود، نعمة بدون حدود، لكن العطاء شوية محدود. فإحنا ممكن هنا نساعد بعض، نحث نعم. لو الفقير دفع عشوره والغني دفع عشوره نعم. وزي ما صار في الكتاب المقدس أعمال الرسل 2 كلها وضعت أمام أرجل التلاميذ نعم. الرسل والتلاميذ، واليوم تنحط في الكنيسة والكنيسة توزع كل واحد حسب احتياجه. ما كان نعم. في حدا محتاج في الكنيسة فعلا. الأولى فعلا. بس كان بده عطاء نعم. مشترك نعم. حتى الفقير كان يعطي الجميع. نعم. حتى الفقير كان يعطي نعم. ومثال عليها فلس الأرمل اللي كانت اليوم, اليوم إحنا الغني بخاف على العشور والفقير معهوش إياه، وبدنا من الكنيسة. طب نعم. الكنيسة من وين تجيب إذا الشعب ما أعطى؟ صح. فهذا كمان نداء للجماعات، يعني نداء محبة. نعم، نداء محبة من الأشخاص لمساعدة. لما منقول وحدة مسيحية مش مطلوب بس من الكنيسة إنها هي اللي تنفذ هذه الوحدة المسيحية، احنا وحدتنا بين بعضنا كمان كمسيحيين انه نساعد بعض، نساند بعض، اللي محتاج نعطي، واللي معه يعطي الكنيسة تتعطي الكنيسة، او يعطي هو كأشخاص يعني فرادة اذا بمقدورهم، لكن ما ننساهم. فهذه وحدتنا. ولما منقول انه نترجم هذا الكلام بواقعنا الحياتي، إذا إحنا ما ترجمنا كأفكراد مسيحيين، يعني أنا أترجمه كمسيحية أنظر إلى الآخرين المسيحيين، والمسيح الغني ينظر إلى المسيحيين الفقراء، اللي محتاج شغل أنا كصاحب شركة أتبنى مؤسسات. مثلا إحنا دايما عن نورسات بننشر بحاجة لوظائف، بحاجة ل أشخاص عاملين، شركات مؤسسات يعني كثيرة بتطلب، مؤسسات تتبنى أستاذ لتعليم خاص في مدارس الأيتام نعم. يتبنى أستاذ خاص في صم وبكم في نعم. المدارس الخاصة فعلا. اليوم اسمحي لي أنهي بأنه كمان لا تنسوا أنه كلمة سيادة المطران حسام اللي أعطى الوعظة مبارح نعم. كان عماله بيشكر أنه إحنا اليوم اجتمعنا في البيت الصغير، كل القلوب الكبيرة وكل الموجودين، حتى نشعر بوحدتنا في بيتنا، وإن شاء الله أنه بيستمر. وبدي بس أنا أقرأ ما كتبت في بداية كلمة الشكر مبارح. أيا رب المسرات عظيم القدر والقدرة، أعنا نشكر النعم، ووحدتنا هي النعمة، بحبك تجمع الناس، وفيك الحب والوحدة.
أي الكلمات اللي استخدمتها كتبت الشعر كتبته صغير حتى نشكر إلهنا ونصلي من أجل الوحدة، وإن شاء الله إنه ربنا بباركنا. آمين. نحن هيك انتهى وقتنا مع إنه مرق على السريع، لكن إن شاء الله منكون نحن حققنا المراد، وهي وصية السيد المسيح في الوحدة المسيحية، الصلاة من أجل الوحدة. ومثل ما حكى أبونا فرح حجازين، مش بس بهذا الأسبوع، لكن منصلي دائما بأداديسنا وصلواتنا والجماعة المؤمنة اللي تصلي دائما من أجل الوحدة، فالصلاة دائما مقبولة وحصول المعجزات مثل ما قال القسيس فايق تحصل بصلاتنا وإيماننا بهذه النعم اللي بيعطينا إياها السيد المسيح. قبل ما نختم نشكرك قسيس فايق على هذا الطرح وحضورك معنا باستوديو نورسات. شكرا لك. كل عام وانتم بخير، وكل أسبوع وحدة وكل يوم وحدة إن شاء الله. وانتم بألف خير إن شاء الله. وأنتم أعزائنا ومتابعين على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير، نشكر حضوركم ومتابعتكم معنا لهذا الصباح، وبنتمنى أنه نكون وصلنا الرسالة مثل ما أرادها السيد المسيح. وبنشكر كل الطاقم العامل على نورسات في لبنان وبالأردن لتحقيق هذه الحلقة وخروجها بهذا الشكل الجميل المباشر. ونتمنى لكم أسبوع مبارك ونهار مبارك، صباحكم نور، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله بنفس الموعد الساعة 9 صباحا. صباحكم نور وإلى اللقاء. شكرا قسيس. شكرا. أعجوبة تيلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، ترنم صلواتي ليل ومير محبة وخير.